ناس كتير بنشوفهم بيضحكونا، بس للأسف مش بنكون عارفين الضحك ده وراه حزن قد ايه. ومن ضمن الناس دي هو أحمد مكي. من فضلكم قبل ما نبدأ في الحلقة دي اعملوا لايك للفيديو، ولو انتم مش مشتركين في القناة وأول مرة تشوفوا قناة قعدة سيما اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد أول بأول. أحمد مكي طبعا زي ما كلنا عارفين قدم أفلام ومسلسلات مهمة جدا، زي مثلا فيلم اتش دبور ولا تراجع ولا استسلام، وفي الدراما كان أشهرهم الكبير قوي بجميع أجزائه، والحاجات دي كلها قدرت تحقق نجاح كبير جدا مع المشاهد. بس مش ده موضوعنا النهاردة بقى. أحمد مكي مر بفترة صعبة جدا في حياته، وهي فترة مرضه، واللي حكاها في أكتر من لقاء تلفزيوني، بس أنا هتكلم عن حاجة كده استوقفتني في حدوتة أحمد مكي، وهي السند. السند اللي ساعات ما بتلاقيهوش. السند ده ممكن يكون صاحب انت مقتنع انك لما هتقع هيكون جنبك، وده اللي حصل لأحمد مكي. هو بيحكي وبيقول ان في ناس اتلغوا من حياته لانهم ما كانوش ناس حقيقيين، وساعة الضيقة ما كانوش ناس ليها اي قيمة. وبيقول ان بعد مرضه ده عرف ان في ناس حقيقيين وانهم يستاهلوا وقتك ويستاهلوا انك انت تقف معاهم. وكمان حكى عن حاجات ما كانش ليها قيمة في حياته بس بقى ليها، والعكس برضه. وبيحكي ان المرض ده فوقه بجد وخلاه ياخد باله من حاجات كتير جدا، وان هو يعيد حساباته في حياته وفي كل حاجة بيعملها. الفكرة من الحدوتة دي انك بلاش تتعشم في اي حد وخلاص، لانك ما تعرفش انت غالي عنده ولا لا. في شخصيات ممكن تفكر انك لما تقع هيقفوا جنبك، بس في الواقع ما بتلاقيهمش خالص. دلوقتي بقى انا عايزكم تكتبوا في الكومنتات وتقولوا ايه اكتر حاجة بتحبوها لأحمد مكي، وهل انت كشخص مريت بموقف صعب في حياتك زي ده ولا لا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم.